بعض النساء في ليلة النصف من شعبان كل عام تقوم بصنع طعام وتتصدق به وتعتقد في ذلك اعتقاد ما له مزية وأن له فضل. نعم، بعض الناس في النصف من شعبان يسوي الطعام ويتصدق بها الفقراء، يظن أن لهذا اليوم مزية في الصدقة، وليس كذلك. الواقع أن هذه من البدع، وأن نصف رمضان ما له مزية، نصف شعبان ما له مزية، هو كغيره من أصاف الشهور، ما فيه إلا أنه إذا صام البيض صام النصف، إذا كان يصوم البيض صام النصف فقط. وأما تخصيص ليلة النصف بقيام أو يوم النصف بصيام فلا أصل له، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك شيء. نعم، يجب عليها أن تمتثل وألا تصدق. إذا علمت أن هذا من البدع وليس واردا يجب أن تمسك عن الصدقة. سبحان الله، إذا لم يمتنع المبتدع الآخر من بدعته وش نسمه؟ إذا بينا للناس فما علينا إلا البلاغ. نعم.